يعني دعني أختلف معك قليلا. تجربة الحوار الوطني كشفت عن أن ما يجمعنا أكبر وأكثر بكثير مما نحن مختلفون فيه. لكن إمتى اكتشفنا الكلام ده؟ اكتشفنا الكلام ده لما بدأنا نسمع بعض. لما بدأنا نسمع بعض عرفنا أن ما يجمعنا كثير، ودينا نفسنا فرصة نفهم بعض. فخامة السيد الرئيس، السيدات والسادة الحضور الكريم، أسعد الله مساءكم جميعا. شرف كبير أن أستعرض في دقائق محدودة ما جرى ويجري في الحوار الوطني بعد إذن سيادتك. البداية زي ما كلنا عارفين كانت من إفطار الأسرة المصرية في إبريل سنة 2022، عندما وجهتم سيادتكم الدعوة الكريمة المستنيرة لجميع القوى السياسية الشبابية والحزبية في دعوة شاملة جامعة تشاركية لترتيب أولويات العمل الوطني. وهذه الصورة كانت لا تفارق جلسات الحوار الوطني. لكن لازم نسأل نفسنا سؤال، لماذا إبريل 22 مش قبل كده؟ الحقيقة أن أي منصف يجب أن يعرف أن الدولة المصرية منذ 2011 كانت تعرضت لتحديات جسيمة جدا، وأنا يعني بسميها حتمية مواجهة الإرهاب واسترجاع الأمن، حتمية تأسيس وإعادة تأسيس واستعادة أركان الدولة وإعادة بناء المؤسسات الدستورية، حتمية بناء الاقتصاد والبنية التحتية. لا تحدثني عن أي سياسة أو أي حوار من غير أمن، من غير مؤسسات دستورية، من غير اقتصاد وبنية تحتية. الحوار الوطني جاء في توقيته وفي ترتيب أولوياته السليم. إذا عشان ألتزم بالوقت المحدد ليا، إذا حبيت أستعرض بسرعة المحطات التي وقف فيها الحوار الوطني: دعوة سيادتكم الكريمة في إبريل بإطلاق الحوار الوطني، إعلان المنسق العام ورئيس الأمانة الفنية. زي ما حضراتكم شايفين تم تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني من 20 عضواً من مختلف التيارات والانتماءات السياسية. عقدنا جلساتنا، تم اختيار مقررين ومقررين مساعدين، تم تحديد الموضوعات والشواغل. بدأ حالة الحوار تروح لباقي محافظات الجمهورية. انطلقت الجلسة الأولى في 3 مايو، وكانت جلسة شديدة التنوع في الحضور وفي الأفكار، حضرها كل مكونات المجتمع المصري، لتبدأ رسمياً في 14 مايو الجلسات العلنية. سيادة الرئيس، إذا حبيت برضو ألخص بسرعة على مستوى مجلس الأمناء، فمجلس الأمناء مكون من 20 عضو، عقدوا 25 اجتماع، بذلوا 250 ساعة عمل كمجلس أمناء و 2000 ساعة عمل كأمانة فنية التي أشرف برئاستها. تم اختيار 44 مقرر ومقرر مساعد. تم تقسيم العمل على أساس 3 محاور: محور سياسي ومحور اقتصادي ومحور مجتمعي، من خلال 19 لجنة ليناقشوا 113 قضية هي التي تمثل الشواغل والتحديات للمجتمع المصري. وليس لدى مجلس الأمناء ولا لوائح المجلس ما يمنع من إضافة أي قضايا جديدة تكون مستجدة. وأذن لي سيادة الرئيس أن أتقدم بالشكر في هذه اللحظة لزملائي أعضاء مجلس الأمناء والسيد المنسق العام الأستاذ ضياء رشوان على الجو الإيجابي اللي احنا قضينا فيه الوقت اللي احنا اشتغلنا فيه. لولا هذا التفاهم، لولا محاولة الجميع خلق المساحات المشتركة، ما كانش الموضوع ده ممكن ينجح. على مستوى الجلسات العلنية، فإحنا عقدنا 31 جلسة بإجمالي مناقشة 50 موضوع، حضرهم كمناقشين وحضور 2600 مشارك، ممثل منهم 65 حزب،
شرفنا بالحضور 16 سفير وممثل لمنظمة أجنبية بحضور 266 وسيلة إعلامية. إذا كان من معايير نجاح أي حوار وطني أنه يكون شاملاً، ويقاس الشمول بعدة معايير، يجب أن يكون شاملاً جميع الفئات العمرية، يجب أن يكون شاملاً المرأة والرجل، وأيضاً يجب أن يكون شاملاً جميع القطاعات الجغرافية. سيادة المستشار، انتهى الوقت. شكراً جزيلاً. طيب يعني أكمل الفكرة. طب استنى بس، استنى بس. طبعاً يا فندم طبعاً، لكن إحنا اتفقنا أنه حضرتك الوحيد القادر على منح الاستثناء. سنة وشوية بيتعذب هو والمجموعة في جلسات وعمل يعني ممتد يعني، فهو مش هيقدر أبداً في 5 دقايق يغطي كلها. أوامرك يا فندم. لا مش أوامر والله، خلينا بقى حوار بقى، مش بدي كلمة حوار، اديله فرصة. تفضل. شكرا يا سيادة الرئيس، يعني لا تحرمنا هذا الشرف أرجوك يعني. طيب شكرا سيادة الرئيس. 40% من المرأة من المشاركين كانوا مرأة في جلساتنا مقابل 60%، لكن جلسة الوصاية على المال شاركت فيها المرأة بنسبة 60%. بالنسبة للفئات العمرية بتاعتنا 18% واقعون من 26 ل 35 سنة، 40% من 36 ل 50 سنة، 20% أكبر من 60 سنة، ودائما كنا حريصين على أن نمثل الفئات العمرية من 12 ل 18. ده على مستوى الشمول النوعي والشمول الجغرافي. على مستوى الشمول الجغرافي كل محافظات الجمهورية كانت بتشارك كلها، لكن الأعلى مشاركة كانت هذه المحافظات: 30% القاهرة، 10% الجيزة، 6% اسكندرية وقليوبية، و5% غربية. طيب أعلى لجان من حيث أعداد المشاركة، المفاجأة كانت لجنة التعليم، أكثر لجنة في طلب مشاركة وفي حضور، يليها لجنة حقوق الإنسان، يليها لجنة الأحزاب السياسية، ثم التمثيل النيابي ومباشر الحقوق السياسية، ثم الأسرة والتماسك المجتمعي. ماذا ناقش الحوار الوطني على المحور السياسي؟ في قضايا كانت محل توافق واضح الاتجاه ان احنا رايحين في توافق، لكن في قضايا لا تزال قيد المناقشه. على المستوى السياسي ناقشنا المجالس الشعبيه المحليه والنظام الانتخابي، ناقشنا ايضا قانون حريه تداول المعلومات والاحزاب السياسيه ومشكلات التعاونيات. على المستوى الاقتصادي ناقشنا برامج الحمايه الاجتماعيه، السياحه، اولويه الاستثمارات العامه، توفير مستلزمات الإنتاج في مسألة الزراعة وتوطين الصناعة. في المحور المجتمعي ناقشنا مسائل الوصاية على المال والحالة السكانية، الهوية المصرية والتعليم قبل الجامعي، وتم عقد لجنة خاصة لمناقشة مشروع قانون شرف الحوار الوطني وشرفت إدارته بتوجيه سيادتك الكريم بأنه يحال من الحكومة إلى مجلس الأمناء للتداول فيه ودراسته. لكن على المستوى السياسي يجب أن ندرك أن الحوار الوطني نمى قدرتنا على إدارة الاختلاف، نمى لغة الحوار بيننا، أحدث حراكاً إيجابياً على مستوى الحياة السياسية، استفاد الكثيرون من تفعيل لجنة العفو وخرج الكثير من المحبوسين، كما استخدم السيد الرئيس مشكوراً سلطته الدستورية في العفو عن بعض العقوبات. ايضا استقبلنا مئات المشاركات وخلقنا حاله مجتمعيه داخل كل مؤسسه. مئات الالاف هو 180 الف بس التوتر معلش. طيب ايضا الحوار الوطني كشف عن تقديم كوادر سياسيه جديده، افكار جديده، رؤى جديده، وليس ادل على ذلك من ان في كتله كامله تكونت اثناء الحوار وسميت بكتله الحوار. الحوار الوطني من أهم النتائج المترتبة عليه إن إحنا أصبح لدينا وعي أكبر وتفصيل وفهم أعمق للمشاكل بتاعتنا، وده ما كانش ممكن إلا بتوفير المعلومات والمناقشة الجادة فيها.
لا يمكن أن نتقدم خطوة واحدة للأمام بغير الإرادة السياسية والدعم الصريح والكامل. السيد رئيس الجمهورية كان في كل مناسبة حريصاً على أن يثبت هذا الدعم. في مطالبة مجلس أمناء الحوار لسيادتكم استجبتم بمنح المواطنين منحة استثنائية في الحماية الاجتماعية في أغسطس، دعم التموين، ثم أيضا الاستجابة المتميزة السريعة للتنبيه لمسألة الإشراف القضائي وتوجيه سيادتكم بسرعة دراسة هذه المسألة. سيادتكم وجهتم كلمة مسجلة في الجلسة الافتتاحية، وأخيرا إحالة سيادتكم لمشروع قانون المجلس الأعلى للتدريب والتعليم لمجلس الأمناء لمناقشته. حابب أن أنا أقول أن السلايد دي سلايد صريحة شوية. إحنا كنا في الأمانة الفنية بنعمل قبل كل جلسة استبيانات، وكنا بنسأل الناس دون أن نطلب منهم أن هم يقدموا أسماءهم: هل عبرت عن رأيك في جلسات الحوار بحرية وصورة وبصورة كاملة؟ كانت الإجابات 83% نعم، 13% إلى حد ما، و4% لا. هل كم كان عدد المشاركين سيادة المستشار؟ بيتغير من جلسة لجلسة، لكن هم يعني بالألف. نتحدث عن الألاف. لا، لأن أنا ده استبيان إلكتروني. نعم. تمام؟ السؤال الثاني اللي كنا بنطرحه: هل ترى أن ما يتم تداوله وطرحه في جلسات الحوار الوطني يعبر عن اهتمامات الشارع المصري ويعكس آراؤه؟ إحنا صرحاء، 60% قالوا يعبر بشكل كامل، 38% يعبر بعض الشيء، 2% لا يعبر في بعض القضايا والآراء. طيب، الحوار الوطني زي أي مشروع، زي أي فكرة، بيكون ليه مؤيدين وبيكون ليه مناهضين ومشككين. ففي الجزء ده هنستعرض الشائعات التي تعرض لها الحوار الوطني. أول شائعة: جلسات الحوار الوطني ستار لتغطية مشاركة الإخوان. غير صحيح. من أول يوم استبعد كل من تلوثت يده بالدماء، استبعد كل من لم يحترم الدستور المصري، استبعد كل من تسبب في الألم في يعني للشعب المصري. فهذه فرية وإشاعة كاذبة. مجلس الأمناء مكون من 20 عضوا، ولا يوجد من بينهم من يمثل المعارضة، أي أن الدولة تحاور نفسها. غير صحيح. مجلس الأمناء يضم كل التيارات وكل الفئات. لا أتصور أن وجود الأستاذ كمال زايد، لا أتصور أن وجود النائب أحمد الشرقاوي والنائبة أميرة صابر وغيرهم في مجلس الأمناء يعني معناه أن الدولة بتحاور نفسها. الأحزاب السياسية سوف تنسحب من الحوار الوطني لعدم التمثيل الكلي. لم نسمع عن حزب واحد انسحب، بل إنني يا سيادة الرئيس أقول صراحة أمام سيادتكم أننا نعاني من تنظيم الحضور بسبب كثرة الطلب، ومش عاوزين نزعل حد. الناس كلها عاوزة تيجي الحوار الوطني، وإحنا مش قادرين نزعل حد. كل الناس عاوزة تيجي تشارك في الحوار الوطني. الحوار الوطني أقيم كواجهة إلى حين انتهاء أعمال مؤتمر COP27. الحمد لله COP27 عقد وأنجز على أعلى وجه وأعلى مستوى، وإحنا فعلا كنا عاملين كده عشان كوب. يعني ده هي أصلا الجلسات لم تبدأ إلا بعد كوب. آخر إشاعة: أعضاء الحوار الوطني يتقاضون 20,000 جنيه في الجلسة الواحدة. والله يا فندم ولا 20 قرش حتى. طيب، ماذا بعد؟ هل الحوار الوطني كإجراءات مستمر أو منتهي؟ هنعمل إيه؟ إحنا في إدارة الحوار الوطني مستقرين على أن التمييز ما بين حالتين: الحوار كإجراءات هنكمل الجلسات بتاعتنا، وهنتشرف برفع مخرجاتنا لسيادتك لتقرر فيها وجه الوطن، وجه صالح الوطن. لكن الحوار كحالة نتصور
أنه من المهم أن يستمر الحوار، لكن في النهاية دعني لا أتجاوز قدري، فصاحب الدعوة موجود وهو أقدر على الإجابة إن أردت.